عارفه احنا مفتقدين الكاركترز دي يعني كله قاعد يقول ايه انا بدل ما كنت بروح اشوف كاركترز زي دي في السينما وكله يعني حتى في ناس قالت لك ايه فيها من قطاطه شويه تعرف برضو قطاطه كانت الناس متعلقه بيها بس انا عارفه انها مختلفه كومبليتلي عن قطاطه انا ما طولش بقى زي محمد سعد اصلا يعني ده نجم وجمالها يا ربي وقطاطه شخصيه ما تتعوضش برضو لا دي سكه تانية خالص وانا بحاول على بنوته